اليوم. هناك عدد من العلماء قدموا الأحساء في أثناء حكم الجبريين، الشيخ عبد الله بن فارس بن أحمد الجمال برنوسي التازي المالكي، الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الإيجي الحسيني الشافعي، طبعا هذا تاريخ ولادتهم وفياتهم وما تولوا من مناصب الأحساء، الشيخ خليفة بن عبد الرحمن البجائي المالكي، الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن عمر البنا الشافعي، الشيخ محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل البصري الشافعي أيضا، وهذه كلها مأخوذة من كتب التراجم التي ترجمت لتلك الفترة. قدموا الأحساء وتولوا القضاء والإفتاء والتدريس إلى آخره، فمنها تعتبر هذه هي تأسيس وانطلاقة للحركة العلمية في الأحساء. الحدود المكانية لهذه الوثائق، معظم هذه الوثائق تنطلق من مدينتين الأحساء إلى اليوم، هناك في مدينة الهفوف وفي مدينة المبرز. مدينة الهفوف كانت هي مقر الحكم أيام الدولة العثمانية والدولة السعودية، من أحيائها القديمة الكوت، وهو أشهرها ومقر العلماء، وبه جامع الجبري الذي يرجع تأسيسه، هو أقدم جامع بعد مسجد جواثة، يرجع تأسيسه إلى سنة 880 هجرية، ولا زال ويعني أسرة الجعفري الطيار تتولى إمامة ونظارة هذا المسجد، ومن أحيائها النعاثل والرفعة والرقيقة وغيرها، ويتبع عدد من القرى. تقاسمها ثلاثة مذاهب فقهية، مذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي وهو الأكثر. من أسر المذهب الحنفي أسرة الملة ومنها فرع أبي بكر، من أسر المذهب المالكي أسرة الشيخ مبارك والملحم والعلجي والعكاس، من أسر المذهب الشافعي العثمان الحكيم العمير العدساني عبد اللطيف الهاشم الخليفة، الهاشم والخليفة هذا أسر آل البيت مشهورين في الأحساء، والجعفري والدغا والنعيم والفلاح والنجار والجغماء والعامر والعرفج، هذه كلها أسر المذهب الشافعي. مدينة المبرز هي مقر الحكم أيام دولة بني خالد، لم تتخذها لا الدولة العثمانية ولا الدولة السعودية مقرا لها، من أحياء القديمة السياسب والعيون والمقابل والقديمات وغيرها، ويتبعها مدينة العيون وعدد من القرى، ومنها قرية الكلابية التي يوجد بها مسجد جواثة الذي صليت فيه ثاني جمعة في الإسلام. وتقاسمها ثلاثة مذاهب فقهية، المذهب المالكي وهو الأكثر، والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. من أسر المذهب المالكي أسرة الكثير المطلق العفالق الزواوي الموسى الغنام الغردقة العكلي، ومن أسر المذهب الشافعي أسرة العبد القادر والسعد، ومن أسر المذهب الحنبلي أسرة الفيروز. مشاهير العلماء في القرن الحادي عشر من خلال الوثائق ومن خلال الأحكام القضائية والمراسلات، لعل المجال لا يتسع لكي أذكر العلماء اسما اسما، لكن هذا هم بعض علماء. طيب، هذه أسر المذهب الحنفي والشافعي في القرن الحادي عشر، لا يكاد تكون هناك أسر مشهورة في المذهب المالكي والحنبلي. في القرن الثاني عشر هذه بعض أسماء علماء ذلك القرن، من الحنفية من المالكية من الحنابلة، وجعلت الشافعية صفحة واحدة ليس من باب التعصب ولكن من باب كثرة. طيب، فسأضطر أيضا لتجاوز مثل في القرن الثالث عشر، هؤلاء هم أشهر علماء تلك الفترة، وأشهرهم هو الشيخ أبو بكر الملا رحمه الله، ومن أسر المذهب المالكي أسرة الكثير الزواوي المطلق والموسى المبارك وذريته الغنام أيضا، من الشافعية أسرة العثمان عبد اللطيف العدساني العرفج العمير الفلاح، أسر لا زالت موجودة إلى الآن ولا زالت متمسكة بمذاهبها في الجملة. القرن الثالث عشر أيضا هذا مشاهير علماء الحنابلة، أشهرهم الشيخ محمد بن فيروز رحمه الله وطلبته. لغة هذه الوثائق الحقيقة لغة الوثائق يعني لغة سليمة، لأنها وثائق علمية صدرت من علماء وقضاة ومفتين، خالية من الأخطاء اللغوية، مليئة بالمحسنات البديعية، قائمة المبنى، محكمة المعنى. وكانت علوم اللغة العربية تحتل في الأحساء مكانة كبيرة جدا، ولهم في ذلك مؤلفات كثيرة. هذه بعض المؤلفات، ولعل المجال لا يسعف لكي أذكر أسماءها، لكنه لم يمر قرن إلا يعني هناك عدد كبير من علماء الأحساء اشتهروا بمؤلفاتهم في علوم اللغة العربية، النحو والبلاغة والأدب والمعاني وغير ذلك، ولهم في ذلك منظومات وشروح وحواشي ومتون. أماكن حفظ هذه الوثائق، أين وجدنا هذه الوثائق؟ معظم هذه الوثائق موجودة في مكتبات الأحساء الخاصة لأحفاد تلك الأسر العلمية. من تلك المكتبات الخاصة مكتبة الشيخ يحيى بن محمد بن أبي بكر الملا، إذا أردتم وثائق الأحناف وأسرة آل أبي بكر الشيخ يحيى هو المرجع في ذلك، الشيخ القاضي الشيخ عبد الباقي الشيخ مبارك، الشيخ عبد اللطيف العثمان، الشيخ القاضي الشيخ عبد العزيز العمير، الشيخ أحمد العبد اللطيف،
هذه بعض الأشخاص من أراد أن يتصل بهؤلاء فهم بوابة الحصول على هذه الوثائق. نترك الآن نتجاوز قضية التحليل أو التحليلها من ناحية زمانية ومكانية، نتكلم على محتوى هذه الوثائق. من خلال هذه الوثائق نستطيع أن نستخلص منهجية. عندما جاء منذ قليل قضية ذكر أن دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله ركزت على الكتاب والسنة، أيضا أنا لي توقف في مثل هذا الكلام، فأنا أرى أن المذهبية الفقهية لا زالت تنطلق بحمد الله عز وجل من الكتاب والسنة، التأصيل كان من الكتاب والسنة، ثم فرعت المسائل وخرجت حتى بلغت الكتب مجلدات ضخمة جدا من خلال حديث واحد أو من خلال آية واحدة ينشأ من ذلك كتاب كامل. وكما ذكر عبد الله بن الحكم وهو من أصحاب الإمام الشافعي عندما انتقل إلى مصر، قال: ليس العالم عندنا هو الذي يختار من الأقوال قولا. قيل له: فمن العالم؟ قال: العالم هو الذي يعمد إلى أصل من كتاب أو سنة ثم يفرع عليه 100 مسألة. قيل: فمن يقدر على هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. فهذا هو الفقه وقضية التفريع والاستخراج والقياس. الشيخ عبد العزيز العلجي رحمه الله له منظومة يبين أن هذه المذاهب بلا شك قائمة على الكتاب والسنة. وأنا أريد أن أعتذر على قضية بعض الوثائق والقصائد، لا نريد أن تخرج من سياقها التاريخي، قد تكون مستغربة عندنا لغتها في مثل هذا الزمن، لكن لا نحكم على يعني وثائق ونصوص من 100 سنة و200 سنة و300 سنة بعقليتنا هذا اليوم. الشيخ عبد العزيز العلجي رحمه الله له منظومة يبين فيها حقيقة هذه المذهبية، يقول فيها: وكان اتباع المهتدين هداية وطاعتهم في الناس فرضا محتما. يقول تعالى: فاسألوا أولم تكن قضت باتباع الناس من كان أعلم، ومن قال واجعلنا إماما ألم يرد من الله أن يقفى سبيلا ويلزم، ولكن رضينا مالكا وابن حنبل ونعماننا والشافعية المكرمة أئمة حق كالشموس اشتهارهم، فمن طمسوا إلا على من به عمى، وهل جمعوا إلا كتابا وسنة وإلا قياسا صادق الجد محكما، وإجماع أصحاب النبي كفى بهم لنا سببا ما كان أن يتصرما، فإن قلتم ماتوا فسيرتهم حياة وإن هبطوا لحدا فمنهاجهم سما، وهم حوطوا الشرع الشريف بفضلهم فأضحى عن الجهال ممتنع الحمى، وكم قاصد للدين يبغي فساده رآهم ليوثا خادرين فأحجم. عموما منهجية علماء الأحساء الفقهية تتجلى في 7 نقاط، منها جواز تقليد مذهب الغير عند الحاجة، استفتاء بعض علماء المذاهب بعضهم لضبطها والافتاء بها عند الحاجة، ترجيح مذهب الغير لوضوح الدليل أو للاحتياط، غرس احترام مذهب الغير، جواز الانتقال مذهب لآخر كليا أو جزئيا، ضوابط التقليد أو الانتقال جزئي مذهب لآخر، يعني لم تكن مسألة مفتوحة هناك ضوابط معينة، وهم في الجملة يقبلون المذاهب 4 كافة. المحاضرة كانت من 11 إلى 12 وزميل المداخلات دكتور. طيب فأنا سأضطر إلى أن أتجاوز إلى الآن الفتاوى، عندي فتاوى كثيرة جدا مأخوذة من يعني هذه الوثائق، هي تتجلى فيها قضية إحالة العلماء بعضهم على بعض، استفتاء مذاهب الآخرين من أجل الإفتاء بها واللجوء لها عندما تكون مذهب المسؤول فيها نوع من الشدة والتعسير. أرى أن هذه المذاهب هي مصدر خصب لقضية الاجتهاد الفقهي في خصوصا في المسائل النازلة المعاصرة، وقد اطلعت على عدد كبير من البحوث التي يكتبها بعض الباحثين المعاصرين في مجال الفقه سواء كان في القضايا الاقتصادية أو في القضايا الطبية، فأجدهم يعني يعتمدون بشكل كبير على قضية اختلاف أولئك العلماء والمذاهب. فأنا يعني سأتجاوز هذا، سأذكر فقط مسألة واحدة، قضية ترجيح مذهب الغير لوضوح الدليل والاحتياط. هناك مسألة نحن مشهورة عندنا في الأحساء نسميها مسألة المياه. مسألة المياه هذه مسألة رفعت لعلماء الأحساء في القرن 12. ملخصها الساعة بعدين مداخلة. طيب دكتور. نعم. نتواصل إلى 12 ربع المداخلة ربع ساعة. طيب جيد. تفضل. هذه المسألة سأذكر هذه المسألة فقط لبيان المنهجية الفقهية. نحن عندنا كثير من المزارع والنخيل والبساتين وطرق الري القديمة قبل يعني أن تتدخل فيها الأيدي البشرية. نظام السقي عندما يكون هناك نهر تمر عليه 10 مزارع، ما هو نظام السقي؟ نظام السقي كان يعتمد على أن يسقي الأول حتى يرتفع الماء بمقدار شبر، كما كان يسلم يعني حكم للزبير بن العوام رضي الله عنه قال: حتى اسقي حتى يرتفع الماء إلى الجدر.